السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم تنظيف وتعقيم وتعطير الحمام، وغادي نظفه تنظيف عميق، يعني عند ربو لي تخميله هي نيت. انا قررت انني نبقى انني كل نهار ولا مهم نوفر واحد الوقيته ديال شي بلاصه، يعني ماشي غادي ندور على كل شيء نجمعه، يعني كل نهار غنخصو. درت بروغرام كل نهار غادي نخصو لشي بلاصه، غادي يعني غنفينيها، يعني غنخملها تخميله. اول حاجه انا بديت بها، قلت غنبدا التخميله ديالي هي الحمام. اول حاجه بديت كنحيد يعني كل شيء، لي زاكسيسوار اللي دايره انايا، هاد لي بلونط نغسلهم باش نشرهم باش ينشفوا، يعني لي طابي صبنتهم، يعني كل شيء قديته وباش ندوز انني نغسل كل شيء. هاد غسلتهم بالصابون ديال الماء، نحيد هاد لي زاكسيسوار هادو غادي باش نغسلهم، نديهم للكوزينه. دوك غنغسلهم في الكوزينه، غنغسلهم مزيان. كيف كتشوفوا الفاس كلها حالته، راه قلت لكم ما دخلت نخمل حتى، نتوما غتشوفوا النتيجه من ورا هادشي كيفاش غادي تولي ان شاء الله. هنايا اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غندير الخلطه السحريه لينوكس. عرفتي كيولي حالته بالكالكير، كيبقى الماء ما كينشفش، وهذا السبب ديالو هو انه لينوكس كيفاش كيخسر، انك ملي كيقيسوا الماء ما كيعاودش انه يتمسح، يعني كيبقى فازق، هذا الشيء اللي كيخلي فيه ديك كنقولوا ديك كيبقاو دوك النقاطي بويض فيه. هنا بالنسبه للخلطه السحريه ديالي غنحتاج البيكربونات ديال الصوديوم، غنحتاج الخل، والبرودوي السحري اللي معروف ديال لينوكس، معروف كيتباع في بيم، الثمن ديالو ما غاليش بزاف، رخيص. وهاد الخلطه ديال اللي جارك معاكم راه ما كطلقش غير لينوكس، راه كطلق لاي حاجه، سوا زليج، الزاج، هنايا طواليط، يعني كلشي كطلق ليها. كتشنو كديروا؟ كتخلطوا هاد ثلاثه المكونات هادو وكديروهم على البلاصه اللي نتوما باغين تنظفوها، وكتخليوها لمده 10 دقائق. من بعد كدوزو تحكوها مزيان، ومن بعد كتشوفوا النتيجه ديالها كيفاش كتولي. انتما غتشوفوا النتيجه ديال هاد الروبينيات هادو، ماشي غير الروبينيات اللي غنغسل بها، غنغسل به الزاج، غنغسل به يعني كلشي. المهم بقاو مع الفيديو، وقبل ما تكملوا الفراجه في الفيديو كنتمنى انكم ديروا لايك الفيديو، ديروا لي اعجاب للفيديو قبل ما تكملوا الفراجه فيه. واللي مازال ما اشتركش كنطلب من انه يشترك في القناه، ان شاء الله غادي يعجبنا الحال ونتوانسوا مع بعضياتنا ونستافدوا من بعضياتنا، نفيدكم وتفيدوني. بالنسبه انا غنشارك معكم هنايا الخلطه ديالو، طريقتي كيفاش. ولا كانت عندكم شي طريقه نتوما خليوها ليا في لي كومونتير اللي كتستعملوها ونجحات معاكم، يقدروا نستافد انا منكم، والناس اللي كيجيو يقراو لي كومونتير يستافدوا منكم، يعني تعم الفائده بيناتنا، يعني ماشي غير تخليوها عندكم. المهم نخليكم مع الكمله ديال الفيديو. هنا خديت هاد الشيء اللي كنت واخدهم انا من مينيسو ديال هادو ديال الضفار، كنحكو بهم الضفار، ولكن كتجيني انايا زوينه هكا رقيقه الحكان، كنحك بها مزيان هنا الروبينيات. بعد ما دازت 10 دقائق والبرودوي فيهم، انتم غتشوفوا النتيجه كيفاش غادي يولي. تصوري راه كانت فيهم حتى واحد الكحوله ما بين منين كيتسد الروبيني وكيتحل، كتلقاي هذيك كتغطى كتولي كحله، ما عرفتش واش كيبان لكم، ولكن راه كيوليو كيبريو. وانتم غتشوفوا النتيجه في الاخر ديال الفيديو كيفاش غادي تولي. خليكم مع الكماله ديال الفيديو. هنا البنات كيف كتشوفوا، شوفوا اللمعه ديال هنا الروبيني ديال صراحه ولا خطير، تيلا كيفري. درت على اي حاجه سميتها اينوكس، بديت بها هي الاولى، حكيتها من العلاقه ديال الفوطه، ديال لاشاس، ديال بابي جينيك، يعني درت عليهم كل شيء. هنا دزت الدجاج، شوفوا النتيجه، انا حكيت الفوق، شوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم مع الفيديو، ولكن الفوق راه مداير ما كيبين حتى شي حاجه، وهنا بحال اللي كاينه ديك الضباب البيضاء. صافي هنا دزت هنايا الفاسك حتى هو درت ليه ديجا الخلطه، خليتها فيه، وهنايا ندوز باش نحكها. غتشوفوا النتيجه ديالو كيفاش غيولي ابيض، يعني زوين داك الوسخ اللي كان فيه، ديك الكحوله وديك كنعرفوا ان ملي داك الجناب كيفاش كيولي، وديال الروبيني مع الماء، وهذا راكم كتعرفوا كيوليو حالتهم. بالنسبه هنايا للجلسه ديال الحمام، غادي نستعمل معكم هذا ديال اوني، خطير في التعقيم وفي كل شيء في التنظيف. وبصراحه ريحته مجهده، كاين اللي كتجي مجهده، انا ما كت زعما ما كتغلبش عليا بصراحه، كنقدر راه تساله، راه كتديها الطاسه هذه اللي قلت لكم تقريبا فيها كيلو، انا شريتها في شهر 7، يعني 7 و8 و9، 3 شهور دات ليا بصراحه، كتغسل مزيان
وكتنقي وكتعقم، يعني كدير جوج ادوار، يعني كتنظفي فيها وكتعقمي بها، يعني ما كتحتاجيش انك من وراها تساعد نوضي تعقمي. صراحه خطيره. هنا غادي نحك بهاد صراحه هاد الشيته هادي زوينه استعماليه، كتعاون انك تحكي بها. كيف كتشوفوا انا درت الطاسه فيها شويه الماء، انا كنخلطو بشويه ديال الماء باش كنحك، يعني ماشي كنديروه ككلوح. وكنشوف الناس انا كيقول لك راه ما كيديش لينا ولا غير كيبقاو يهزوا هكاك وكيلوحوا، انا كندير شي شويه، كناخد طواسه كندير فيها شويه. انا درت الطاسه ديالو نيت حيتاش قرب يسالي. هنا بالنسبه للارضيه استعمل الجافيل، وهنايا بالنسبه لهاد الجافيل خديت هذاك البلونشيمون ديال بي. صراحه المنتجات ديال بيم ديال التنظيف هذا خطيرين. بالنسبه للناس اللي كيعشقوا ريحه الجافيل، حيت كاين شي كتلقايهم مشلوطين على شي حاجه سميتها الريحه ديال الجافيل تبقى في الدارات كيحسوا راه منقى، ولكن راه كيدير كينظف بصح. هنايا من بعد ضروري منين كنغسلوا شي حاجه ولا كنضفوها كنمسحوها باش كتبان نقا، حيت الا خليتي فيها الماء راه كيما درتي حتى شي حاجه. والا كان عندكم داك الزيت ديال الاطفال تعاودوا تمسحوا به من الاحسن، انا ما كانش عندي غير عاودت مسحت مزيان داكشي. شوفوا البنات كيفاش كيبان لكم داك الفاس كيفاش ولا كلشي كيولى ابيض، يعني ماشي كيف وريتكم في الاول، دست على كلشي مسحته. هنا ساليت لاطاب ديال انني انظف ونقم. غندوزو دابا لاطاب ديال اننا نعطر، يعني ضروري الحمام هي اللي تدخلي تلقاي ريحه زوينه هذه باش كيبان انه نقى، ماشي غير نقى وصافي. ضروري من انك تعطري تدخلي تلقاي ريحه زوينه. ملي كتلقاي ريحه زوينه كيفتح لك الشهيه ديال ماشي تدخلي تجلسي، ولكن كتحسي برا المورال، ممكن كتحسي براسك مزيان ملي كتفيقي الصباح. اول حاجه كتدخلي لها هي الحمام، يعني ملي غتدخلي تلقاي الحمام خانز مسخ نهار كيطلع ماشي وادك. انا اول حاجه خديت هذه بحال شكل الجفافه، درت فيها هذه الفوطه ودرت فيها هذاك درت فيها داك المعطر داك اللي كيكون كونسونطري اللي كيديروا شي 13 درهم وقال ولا 15 درهم معقلت. وغادي نمسح به الحيط الحيوطه كاملين باش تبقى الريحه كتبقى شاده، كتعرفوا ان هذاك المعطر كيبقى ريحته كتبقى شاده مدة طويلة. وابارنت ملي كديروه في الحيط يعني كيبقى شاد، يعني ما كيحتاج من الحيط ما كنغسلوش ديما. صافي هنايا غادي ندوز باش انني نرجع هذوك لي بلانط لقيتهم من الشفو، نرجعهم لبلاصتهم. غنبدا نرجع كل حاجه لبلاصتها، ضروري من الزواق وشي حاجه زوينه تشوفها عينيكم. بالنسبه لهاد المرايا كانوا سولوني عليها، هذه كنت خديتها من ولاد وجيه من عند سي سي ربي تثبتني على الشهاده من عند المحل. غنحاول نفكر وغنخلي لكم في صندوق الوصف. هنا هاد السليله هادي درت فيها بابي جينيك باش يبقى قريب اللي بغى منين تسالى يجينا قريب. هنا كناخذ هاد المعطر بالنسبه للاشاط باش انه كل يعني كل مره كيدخل من الطواليت كملي كيكب الماء كتعطر وكتنظف هذا، ما كتحسيش انك كل واحد كتدخلي من وراه ولا هذا. صراحه زوينين. بالنسبه لتحت حتى الا تسالوا ليكم راه عندكم، شوفوا حالتي كيفاش فازكه بزاف ترصط. كيفاش انكم تستعملوهم، حتى يعني تديروهم في الدار، تخليو تاخذوا هذوك ني تسالوا ليكم هذوك اللعيبات كيفاش نديرو فيهم. الا بغيتو نشاركو معكم خليو ليا في التعاليق. انا صافي رجعت هذوك لي زاكسيسوار كاملين لبلاصتهم. هذه ديال باش شيته ديال الطواليت، شنو غادي نتبع كنعمرها بالماء وكندير فيها معطر حتى هي، يعني حتى نتوما ديروا اللي كيبغيكم صاني كروا اللي بغيتو باش منين نبغيو نحكو دخلتي هكا ولقيتيها بغيتي تغسليها تلقايها فيها يعني دايره، ما تحتاجيش انك تخرجي. صافي هنايا فرشت هاد لي طابي هادو. بالنسبه لهاد لي طابي انا خديتهم من عيلتي ويكي كانوا دايرين شي 119 درهم. صراحه زوينين والكاليتي ديالهم زوينه، يعني كيدخلوا يعني كتقدر انك تصبنهم في الماكينه الصابون ما كيتكرفصوش. هنا قلت لكم غنرجع كل حاجه لبلاصتها، يعني صافي ساليت. هنا بالنسبه للفوطه هنايا غادي نخديت هذا من اسواق السلام، معطر ديال الملابس الجاف، يعني حتى كتنشف عاد كتقدر تعطرها. بحال كاين اللي تسالى ليا هذاك المعطر اللي كندير انا في الماكينه كندير هذا منين كنصب، غادي نديرو على الفوطه باش منين يجي واحد يبغي يمسح يديه يمسح وجهه كتلقاي ان الفوطه فيها ريحه زوينه. يعني قلت لكم ضروري من الروائح الزكيه في الحمام. هنايا بالنسبه لهاد المرحله صافي سالات، غادي نديرهم حتى بالنسبه لي طابي. صافي هنا غادي ندوز ساليت المرحله الاخيره وغادي ندوز نعطر هذا. واخدها حتى هو من بيم، ريحته حتى هو زوينه كيدير شي 20 درهم قال ولا 21 درهم. صافي غنعطر بها ريحه الخزامه، وهنا غنكون ساليت الحمام. وحتى دوك لي بلونط غادي ندير فيهم، حتى ملي كدير شي معطر في شي بحال هذا وتتشد كتبقى كدوم المده طويله.
صافي هنا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الحمام، نتمنى انه يعجبكم. وعطيني رايكم في الحمام كيفاش جا، واش مزيان ما مزيانش، كنقدر ندير شي صغير، شي اضافه، شي استيوش باش انه يبقى نقي ديما ومعطر ديما. كيف قلت لكم فيدونا في بالتعاليق ديالكم، ما تبخلوش علينا بالتعاليق. هنايا درت هادي بالنسبه للدوش شنو كنحتاجو اليومي. صافي هذا هو الحمام ديالي، نتمنى انه يكون عجبكم. هنا من بعد ما ساليت الحمام غادي ندوز، ماشي غنخمل الصاله، مي غنهزها غير شويه بما تشمشات وتغربات شي شويه، عاد باش انا ندوز نسيقها، يعني تسيقها النيت حكا نيت الارض والحيوطه اللي كانت شي طاش ولا هذا. بالنسبه للطلامط راه ما غاديش نصبرهم حيت هادو يلاه يلا مؤخرا باش انني فرجتهم. بالنسبه اللي كانوا قدامي عندي راه غيعرفوا الطلامط اللي كانوا عندي، صافي من مور ما تحول صافي فرجتهم صراحه، اصلا ما جانيش نفس العبار يعني عاودتها. هنا صافي غادي نهز غير الصدر، غادي نوقفهم يضربهم شويه الغربي هو من الخشب الزربيه غادي حيت تبيط الرحل، يعني غير شهر 7 تبنت ديتها لافاش تبنات وجبتها. صافي غادي ندير لها غير تنظيف هكا ناشف، يعني غادي نديرها غير بتنظيف ناشف في الطار هكا، ولكن غنوقف كلشي يعني ما غنقيس حتى شي حاجه، انا غنحيد الطلامط يعني غير غنجمعهم حتى تشمش مزيان ونسيق. وهذا راه كنعرف ان انا ساكنه في السفلي، الغبره ما نقولش لكم، وهذا راه واخا كضل تشطب دوز عليها كتلقى الغبره. صافي هنا حيت ليهم هكا، غادي ندير نقاد الوسيد نوقفهم يتشمشوا، مضربات هكا يوقفوا يتشمشوا، الخشاب كذلك كلشي. صافي وغادي نربط الشطابه وغادي نجمع الصاله. شوفوا ضروري شي حاجه كطيح، واخا انه ما عنديها وطن ما عرفتش من كيطيح داكشي. صافي غادي ندوز على الصاله، كيف قلت لكم انني نجمعها كامله ونوقفها، يعني ما غنضربش التماره داكشي لاش زدت معايا هذه المرحله في هذا النهار. نور كي قلت لكم انا ما غنحاول انني ما نعياش، ما نديرش شي افور في النهار اللي كتير، يعني ندير بشويه بشويه، ما تابعنا حتى شي حاجه، الشقاره ما تتسالاش، يعني ما كاينش ليش اصلا ما كيجي عندي حتى شي واحد زعما. احنا المهم غير ليسونسييل انه تكون الدار نقيه، ماشي غير يجي عندك شي حد ولا ما يجيش، حتى بنادم كيبغي يقول الدار نقيه. انا هكا كيعجبني نشوف شي حاجه نقيه، ناكل في شي حاجه زوينه، ما كاينش شي حاجه سميتها الضياف. احنا مغاربه معروفين عندنا الضيافه والكرم، ولكن انا من داك النوع اللي كيعجبني الطبسيل الزوين نحطو لي انا الاولى ناكل فيه، البلاصه المخيره نجلس فيها، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها الضياف. صافي هنايا جمعت الصاله وقفت كلشي، صافي من بعد غادي ندوز ندير التشطيبه الصاله، نحيد الغبره. كيف كتشوفوا شوفوا الغبابر، عاد مازال غتشوفوا شنو غجبد من تحت الكوين. داكشي ما عرفتش الغبره منين كتجي، ولكن حيت انا ملي كنفيق الصباح ضروري كنحل الشرجم، يعني كيبقى الشرجم بلو ضروري كدار دوز الغبره. صافي هنايا غادي بقات لي غير ديك الجهه ديال الكوان، غادي نجبد من تحتها الغبره وهذا وغادي نشطبها. صافي غنخلي الصاله هكا واحد الوقيته، المهم واحد يومين ولا 3 ايام هكا هي واقفه، عاد ندوز باش انني نفرجها. كتعرفوا ان البدره ما كيلقش بنادم يبقى هاز الحاجه حيتاش كتبرد القضيه، دونك خص بنادم ضروري يفرش باش انه شويه غير يدفى. مهم كان هذا هو الفيديو. كيف قلت لكم اللي مازال كمل الفيديو مازال ما دارش لايك يدير لايك للفيديو، ويخلي كومونتير زوين. قولوا لي كيفاش جاكم الفيديو، واش كيعجبكم لي روتين بحال هكا ولا ما كيعجبوكم، شنو كتبغيو تشوفوا في الفيديو، شنو من الفيديوهات اللي كتخرجوا زعما كتفرجوا فيهم، شنو كيعجبوكم فيهم. مهم صالتي هي كيفاش جمعتها. مهم غادي ان شاء الله غادي نخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.